بونس كو تقدر في اي لحظه تحبس. وهذيك الحبسه اللي غتحبس تقدر تكون هي الخطا ديال الحياه ديالك. اكبر تنمر هو التنمر ديال الحياه، ما التنمر ديال بنادم. شي الحياه ملي كتنمر عليك راه ما كتعرف التنمر، راه ما كاينش، راه كتخلاوها سميتو كتنفضك. شي حنا الا جينا كل واحد يديها في راسو وكل واحد يشوف مشاكل ويحلهم، والله تغنوليو احسن من اوروبا. مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كارما المشاهير، برنامج اللي كنكتشفوا انا وياكم فيه الانسان الحقيقي الموجود خلف الشهرة. اليوم حاضر معنا انسان حقيقي جا باش يشارك معنا الافكار ديالو من خلال الرحلة ديالو في الحياة بكل صراحة وشفافية من قلبه لقلبكم. حاولنا نتقربوا منه، تقربوا من الشخصية ديالو، من العقلية ديالو، من الروح ديالو، اختارينا ليه ثلاثة ديال الكلمات. هاد ثلاثة ديال الكلمات هما الهدوء، الاستمرارية، والإيجابية. اللي حاضر معنا مشاهدينا اليوم في برنامج كارما المشاهير هو الإنسان مهدي بن إبراهيم. مهدي مرحبا بك معنا. كي داير بخير؟ الله يبارك فيك. لاباس عليك. مرحبا بك وشكرا أنك جيتي باش تقربنا من الإنسان مهدي ونستافدوا من تجربة الحياة ديالك. حاولنا نتقربوا منك، ثلاثة ديال الكلمات اختاريناهم الهدوء، الإيجابية، والاستمرارية. واش توفقنا شي شوية؟ لا داكشي اللي كاين. الهدوء، الاستمرارية، والإيجابية. وبصح هادو واقيلا خص يكونوا عند الناس كاملين باش يقدروا يأفونسيو، باش يقدروا نستمروا. ما يمكنش، ولكن انت عاوتاني إلا كنتي الكونتخيغ ديال هاد ثلاثة الحوايج ما غاتكملش، غاتسالي على بكري. ألوغ جو بونس خاص يكونوا في كادو باش تقدر تساير الحياة. غنكتشفوا هادشي أنا وياك في واحد الرحلة، رحلة الحياة ديال مهدي، اللي غندوزو منها مجموعة ديال المحطات. ونبداو بأول محطة ونمشيو للمجال الشخصي، ونرجع معاك للصغر ديالك وسط عائلتك، فين قريتي، كيفاش تربيتي وأنت صغير، عاودنا. ألوغ لونفونس ديالي كانت أونفونس يعني شنو غادي نقولها؟ العموم غنقول أونفونس زوينة، يعني أونفونس اللي فيها بزاف ديال فيها بزاف ديال الحوايج، فيها بزاف ديال الحركة، فيها نحب باسكو واقيلا أنا كون جيتي غامان جيتي هيبيغ أكتيف، يعني كانت فيها ليبيغ أكتيفيتي، كنت حركي. ألوغ ما كانش يعني واخا دابا أنا الهدوء، ولكن راه داك الهدوء راه واخا هكاك راه كاين واحد الحركة ديغيغ الهدوء داك الطفل الصغير. ألوغ الهدوء اللي كاين دابا في لاج أدولت، ولكن في الصغر أنا كنت حركي بزاف. كتكون عندنا واحد لينيرجي وحنا صغار. صغار كانت عندك فرصه فين تخرجها؟ او بيان سور في 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 الرياضه، في اللعب، في الجري، كيف ما قلت لك كانت عندي ليبر اكتيفيتي، يعني ما كنتش كنقدر نبقى يعني تحطني تقول لي صافي جلس تمايا وهذا جماد امبوسيبل، يعني كنت ديما الحركه. الوغ لونفونس كيف ما قلت لك داز، ما غادي نقولوا على العموم، كانت يعني أونفونس في هذيك الرايات زوينة كيف في هذيك الرايات خايبة. فوالا و كوا دوطخ فوالا جو بونس كو لونفونس هي اللي كتعبر على لاج اللي كنكونوا فيه حنايا، يعني كبار بحال هكا. يعني جو بونس كو انا لونفونس ديالي بقات غادا معايا الى يومنا هذا، يعني كاينة متواجدة فيا ومتواجده في الفن ديالي، حتى في الطريقه ديالي كيفاش كنتعامل مع الدومين ارتستيك، ولا كيفاش كنكتب، ولا كيفاش كنلحن، ولا كيفاش كنغني. ديما كاين واحد لو ليان مع الطفوله، يعني ما درتش واحد القطيعه مع الطفوله، بقيت مرتبط بالطفوله. جو بونس كو هادي بالنسبه لي انا تجربتي الشخصيه، جو بونس كو مزيان الانسان يبقى عنده واحد لو ليان مع الطفوله ديالو، حيت الطفوله كيتبناو فيها بزاف ديال الامور. الوغ فوالا، يعني الترعرع ديال هاد الشخص اللي دابا اللي هو انا، ولا البدايات ديالو راه كانت يمكن من طفوله. داكوغ. ندوزو للمحطه الثانيه ونهضر لك على الشخصيه ديالك. دونك ملي بدينا كنكونوا الشخصيه ديالنا كنلقاو بحال اللي قلتي شي حاجه استفدناها من الطفوله اللي كنقدروا نتقبلوها في الشخصيه ديالنا، كاين شي حاجه اللي كنبغيوها تكون الشخصيه ديالنا كتكون مختلفه على كيفاش تربينا، وفي نفس الوقت كنقدروا نبداو نكتشفوا المواهب ديالنا. بغيت تهضر لي على هاد لا بيريود ديال انك بديتي تكتشف الموهبه ديالك، تكتشف الابداع ديالك.
الوغ هاد لا بيريود كانت واقيله في الاوائل ديال التسعينات، يمكن 92 93 94. كنت كنتفرج بحال كاع الدراري ديال لاج ديالي في ديك الوقيته. كان عندك 8 سنين تقريبا، 8 ولا 8 سنين 9 سنين 10 سنين شي حاجه بحال هكا. كنت كنتفرج ديك الساعه في التلفازه، كيبان لينا مثلا الشاب خالد، كيبان لينا الراي، كيبان ليا ديك الساعه لي فودات ديال الراي على ليبوك، كيبان ليا داكشي ديال الباك ستريت بويز، كيبان ليا مايكل جاكسون، المهم كيبان ليا بزاف ديال الاشكال الغنائيه. الوغ داكشي كله انا تاثرت به، كنت كنخزن ولكن ما عارفش شنو غندير به من بعد. كنت كنسمع وكنشوف وكنكابتي وكيعجبني. الوغ واحد الوقت مني عشت بوحدي، واحد الفتره صغيره كنت عشت بوحدي مع الوالد الله يرحمه. الوغ بحال اللي قلتي بغيت نبقى بوحدي، ومني بغيت نبقى بوحدي ديك الساعه كانت واقيلا عندي 14 عام 13 عام بحال هكا في البدايه يمكن ديال المراهقه. بغيت يمكن نبقى بوحدي، وتما فين اكتشفت الموسيقى. اون فادير الموسيقى ولات صديق، كيبقى لي غير امتى ندخل البيت عندي باش نشعل الموسيقى، وباش معلق لي بوستير، معلق لي زافيش، معلق لي كاسيت، داكشي اللي كيعجبني من الراي، من كلشي الفنون الفنيه اللي كانت الهيب هوب، الريغي، ما عرفتش شنو، راه بزاف الاشكال. الوغ من تما بديت كنسمع، وديك الساعه كانوا فنانين مغاربه اللي كانوا في 95 بحال هكاك 96، كانوا فنانين مغاربه اللي كانوا مدايرين سوكسي بحال محمد راي، بحال شاب عمرو، بحال الاعراب، هادو في المغاربه. كان داك الساعه بحال اللي قلتو ما طوندونس ديال حنا، كنا كتخرج شي كاسيطه كنا كنمشيو نجريو نسمعو هذا. الوغ كان داك الشيء كيعجبني وبديت كياثر فيا انا كمراهق، داك الشيء كياثر فيا وبديت كنبغي نكتب. بديت كنبغي نكتب بحال داك الشيء اللي كنشوف وبحال داك الشيء اللي كنسمع. الوغ بديت في الاولى بالكتابه، كنقلد داك الشيء اللي كنشوف، كنقلد داك الشيء اللي هذا صافي. وبديت ابتي لقيت راسي كبديت كنكتب حوايج ديالي انا، ما عندهم علاقه بالشيء اللي كنسمع وكنشوف. هادشي كنضرب معاك 95 96 صافي. في 97 بالضبط ولا في 98 بالضبط فين قررت نبدا زعما لا كارير. خليت ليكول، خرجت من المدرسه. ديك الساعه كان واحد قرار اللي صدم العائله وصدم الوالدين ديالي حسب قبل. انا بحال اللي قلت لك في الشخصيه ديالنا كنقدروا ندخلوا شي حوايج اللي كترفض كيفاش. هو ديك الساعه تخرج من المدرسه راه كتبان دراما، تخرج من المدرسه يعني بالنسبه لهم صافي خرجتي من المدرسه يعني راك ضعتي صافي، مشيتي فيها مع صافي ضعتي. فاذا به بقيت كنتقاتل وخديتها كوم ديفي. الو بقيت من 98 وانا كنتقاتل، نقولوا من 97 وانا كنتقاتل حتى 2007 عاد جات لا شونسون ساكادو اللي هي باش ديماريت. يعني كانت واحد 10 سنين ديال تماره و10 سنين ديال كنقولوا حنا ديك الانافه. يعني انا حطيت واحد الفكره خصني نوصل ليها مالغي العائله في الاول كانوا رافضين، مالغي بزاف الامور، مالغي الصعاب، مالغي انا في عائلتي ما كاين حتى شي واحد اللي في الدومين ارتستيك، يعني ما كاين حتى شي مساعده من هذه الناحيه هذه، شي واحد اللي غادي يعاونك يعني فنيا ولا غادي يوجهك ولا غادي يقول لك لا وما تمشيش لهاد الطريق راه خايبه. يعني كدوز كلشي بوحدك انت، الصراط المستقيم، كدوز الخايب والزوين باش كتعلم، حيت ما كاينش اللي غادي يقول لك لا هذيك راه حفره ما غاتمشي غطيح فيها، دوز من هاد الطريق. لا كتمشي كطيح في ديك الحفره وكتخصك الوقت باش تخرج من ديك الحفره، وكتمشي تقدر طيح جوست ابخي في حفره اخرى، والوقت باش طيح في حفره وباش تخرج من الحفره سا برون دي طون. المهم بزاف الحفار اللي كدوزهم في حياتك، وهذيك كنسميها التجربه، كتعلم منهم، كتعلم منهم، كتستمر كتستمر وكتبقى غادي غادي وداك الاصرار وداك واخا ما كتربحش فلوس، واخا ما عندكش بزاف ديال الامور اللي كيخلي يعطيوك واحد لونكوراجمون، مي دي فوا كيطراو دي فلاش. يقدر مثلا غير كنهضر معاك انا في لو ديبي دي زاني 2000 الا عيطات لك غير مثلا قناه باش دير معاك حوار، هذاك بو مو سي ان سين. يعني كتعيط لك مثلا برنامج تلفازي او في الراديو، تخيل معايا انت كتي داكشي باش تدخل الراديو باش تدخل التلفازه راه الوغ كتلقى راسك كتهضر وكتناقش في واحد الحاجه اللي انت كنتي ما كنتيش فيها، كنتي خارج منها وليتي انت الناس كيسمعوا لك. هادو سيتي دي شوز اللي في الاول كانوا كيعطوني دي زونكوراجمون. كندوز في برنامج تلفازي بو مو سيتي شي حاجه، كندوز في الراديو سيتي شي حاجه، كنتقاتل باش ندوز مثلا اغنيه ديالي واو. الو بقيت غادي بهاد الوتيره من 97 حتى 2007 عاد جات لا شونسون مع لا شونس
ديال ديك الساعه تلقوا لي راديو كاملين، تلقوا بزاف ديال الشانجمون اوديو فيزوال في المغرب، لقاو ديك الساعه عندي لو بون تيتغ لو بون مومون ومن تما بديت. ولكن قبل ما نوصل لديك 2007 كانت 10 سنين ديال الكفاح، وقبل من ديك 10 سنين كانت واحد الطفوله حتى هي قبل حتى هي فيها سنوات. يعني كاين ميلونج هو فيه بحال البازل، داكشي كيتركب طق 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 طق، وخص ضروري هادي باش توصل هادي وباش تكون هادي بالزوين وبالخيب بالفرحه وبالدموع وبكل شيء، كتكون شي انرجي ديالك زوينه. داكوغ، ندوزو للمحطه الثالثه وهي اللي عندها علاقه بالمجال المهني، وكتلقى بزاف ديال الناس يمكن خدموا وحقوا داكشي اللي بغاو والديهم ولكن ما مرتاحينش. علاش ما كيديروش داكشي اللي كيبغيو؟ نورمالمون المجال المهني حنا كل واحد فينا عنده واحد الرساله في الحياه، عنده شي حاجه كيبغي يديرها وكيلقى راحته فيها، ومن خلالها يقدر يدوز واحد لينيرجي زوينه للناس. واش كتشوف راسك انت من اي نوع؟ انا من النوع اللي اختاريت شنو بغيت، حيت ما اختاريتش الحاجه السهله، اختاريت اللي بغيتي، واللي بغيتي ديك اللي بغى احسن نحل صبر القريص ولو ريسك، حيت تقدر ماشي اي واحد كياخذ داكشي اللي باغي يقدر يصدق ليه. شحال من واحد كيدير شي حاجه من داكشي اللي باغي وما كيجيبش فيها الله تيسير، يعني كياكل العصا وكيتهرس وكيدكدك وكيتحبط. انا دزت من هذيك ليطاب اللي بغيت داكشي اللي بغيته وبوندون 10 سنين وما كاين والو، يعني جاتني ديك اللعيبه ديال الاحباط وتفقد الامال ونخوي المغرب وما كاين شاي وهاد البلاد ماشي ديال الفن وماشي ديال جو سي با كوا. كيجيك دوك اللحظات ديال كتشوف كلشي ظلام كلشي كحل، الشغف كيهبط، حيت حنا هو بحال ان دوغري محدو طالع كيخليك تحرك محدو كيهبط. اي ولكن سبحان الله كنت بحال قلتي بحال هاد لي ميزاجور دابا اللي كيوصلوا للي سمارت فون. كنت صافي حدي كنعس كنفيق كنوض متفائل، يعني كنعس مثلا على واحد النغمه ماشي متفائله، ولكن لو لوندومان كنصبح سبحان الله متفائل. يعني بحال قلتي ما كنقول لا ما خاصنيش، بحال كنتحدى الحياه وكنتحدى الظروف وكنتحدى الازمات النفسيه والغير النفسيه باش الانسان ينوض في الصباح ويمشي يقلب على راسو. وهذاك اللي قال لك لا كتعاود ترجع عنده من سيمانه 15 يوم ويقول لك عاوتاني لا وترجع عنده شهر تقول طيب، يقدر يقول واحد انت عارف بان عارفك وخصو غير يسمع لك وانت متاكد في قراره نفسك الا سمع ليك غتعجبو، ولكن باش يعطيك ديك الفرصه باش يسمع ليك هي فاش بقاس، حيت هو ما كيعرفكش بالنسبه له انت بحالك بحال اي واحد اخر. باش غادي يميزك غيميزك من يعطيك الفرصه ديالك ويسمع لك ديك الساعه، انت ديك القناعه اللي عندك بداك المنتوج ديالك هي اللي غتخليك اما غتكون ربحه اما ذبحه. وانا ساميت اغيفي بروديكتور الاول اللي سينيت معاه راه 3 سنين وانا غادي جاي، 3 سنين 3 سنوات من 97 حتى 2001 عاد خرجت الالبوم الاول، وفي 2003 البوم الثاني، وفي 2007 في كل مره 3 سنين 4 سنين ما بين الحاجه والحاجه تيلمون سيتي با فاسيل. وفي 2007 عاد خرجت اون شونسون ماشي حتى ان البوم، اون شونسون اللي عرفتني عند لو غون بوبليك ا ليبوك، ومن تما هذاك هو راس الخيط اللي ما بقيتش طلقت، بقيت غادي الى يومنا هذا. جو بونس كو انسان في الوقيته اللي كتشوف كلشي مظلم وكلشي ما عرفت هذا، راه بديت في ديك اللحظه هي الدقيقه 90 اللي خصك غتزيد تصبر، حيت دي فوا انت كتكون ضربتي واحد 10 سنين وانت صابر وانت الغيب راه ما عارف شنو كاين. قدر مثلا راه دون 3 موا في ديك ال 10 سنين في الاواخر ديالها ديك 3 موا الاخرى راه غتلاقى مع شي واحد اللي غيبدل لك حياتك. انت في ديك 3 موا حبستي قالك 3 سنين بقال وضربتي 10 سنين وما صبرين هذيك 3 شهور كتبان لك بحال 30 عام، كتقول صافي انا عييت وفي ديك 3 شهور كانت غطرى شي حاجه، ولكن انت حبستي قبل. الوغ دي فوا راه كتكون قريب للهدف ديالك ولكن كتعيا الا كنتي ضارب طريق طويله وكتعيا باش تقول وصافي، ولكن راه دي فوا في ديك صافي فين كتقدر توقع شي حاجه. ملي كتفقد الامل وكتحبس وكتوقف ديك الخطوه الزائده اللي كتزيد على ديك 3000 مليار خطوه اللي ضربتي هي اللي كيجي فيها الله تيسير بعد المرات. بالضبط، فكرتيني في معادله النجاح، فيها تتجرب وتعاود 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 وفي الاخر قبل ما تنجح كيقول لك لا تيأس. كتقدر توصل لليأس وانت قربتي تنجح. بقات لك جوج خطوات وانت راك ضارب 10000 خطوه قبل، ولكن تيرمون دوك 10000 سي نورمال باسكو الانسان راه هو هذا، انسان راه كيتحبط عادي، انسان غيضرب واحد المده طويله غيقول ما كاين شيء، درت كل شيء وما قدر وكتسمع، وسورتو الا كان عندك واحد لونفيرونمون ما كيشجعكش حتى هو، ما كاينش مساعدات ما كاينش امور ما كاينش بزاف الحوايج،
alors automatiquement je pense que تقدر في اي لحظه تحبس. وهذيك الحبسه اللي غتحبس تقدر تكون هي الخطا ديال الحياه ديالك. علاش؟ حيت كتكون تقربتي توصل ما بقى لك والو، ولكن حيت كيدير شي في الغيب حنا ما كنعرفوش. شحال من واحد ديفو على 24 ساعه تبدلت حياته، 24 عام هو كيحفر. كاين الفنانه اللي كاينين فنانه دي زارتيست في السينما ولا في الغناء اللي تكبروا تداروا 50 و55 و60 عام عاد عرفهم في العالم ولاو عالميين. والامثله كاينه عديده، لا عند الممثلين المصريين، لا عند حتى المغاربه ديالنا، لا عند لي زاميريكان. كاين دي زاكتور اللي تداروا 50 طون 50 عام هو كيدير في لي كاستينغ. وكل اي خطوه دازها ما مشاتش غير هكا كتكون واخا لا يعني 50 عام هو كيمثل دي بتي رول، 50 عام هو كيدير لي كاستينغ، 50 عام هو ما عرفتش شنو بغى يطير مع الطيور. ولكن ديك 51 عام اللي دار في حياته، داك العام دو بلوس فوق ديك ال 50 جا داك لو رول اللي غادي يبدلو، غادي يردو اون ستار انترناسيونال. يعني تخيل معايا وراسي كوم سا. يعني انا فاش انا نقدر نقول لك الزهر اللي عندي بديت صغير، بديت عندي 16 عام 17 عام، يعني عندي مازال ما نحرق. عندي 10 سنين 15 عام نقدر نحرقها عادي. سي فغي كو قد ما تعطلتي قد ما لا بريسيون كتكون كبر. الانسان اللي كيبدا صغير يقدر يحرق 20 عام ما تبانلوش، اللي بدا عنده 16 على 20 هي 36 باقي صغير مازال خير. ولكن اللي ضرب 36 على 20 راه وليتي في 56 كتقول ما يمكنش، تولي اون بريسيون، تولي اون بريسيون، حتى الوقت ما كيرحمكش. سي بور سولا كو دابا انت كنقولها ديما انا في راسي، ان الوقت راه بصح نيت الوقت لا يرحم. عرفتي الوقت كيفاش داير؟ الوقت داير بحال شي انسان كيقول لك انا ما سوقيش. حياتك هذيك انت شوف عندك مشاكل ماديه نفسيه، ما قدرتيش تلحق لحقك، تهربوا عليك قول بوك، سي با مون بروبليم خويا. انا الوقت طبيك الدور خصك تبقى كتمشي، انا عندي كونتور، انا ما غاديش ندير بوز تتسالي انت وترتاح وتقاد وتمشى لك. عاد ديك الساعه مدا معك حساب من الاول، خلاها قال لك الساعه ب 5 جنيه والحسابه بتحسب، صافي سالينا. يعني انا الوقت كيحسب هذا باش الوقت صعيب. الوقت ما فراسك الوقت غير رحيم ما كيرحمش. الوقت يقدر اخيب حاجه حنا كنعيشوها وما كنردوش لها البال، وعيشها معنا يوميا من نهار كنزادو حتى كنموتو. هي الوقت الوقت شي حاجه غراف، كيكبرك كيعييك كيقتلك كيحييك، الوقت كيريحك كيريحك. الوقت شي حاجه غير ملموسه كاينه في الفضاء، ولكن ما هي شخص، ما هي ماده، ما هي ما مازال ما راه كنشربو الوقت اصاحبي. الوقت يعني والو البرد تي كومبري. يعني تخيل معايا والوقت ما كيتسناش. انت ملي كدير خطا كيدير لك واحد 3 سنين من حياتك، مشات 3 سنين من حياتك، واخا تريكوبيري داكشي اللي ضاع في 3 سنين، 3 سنين عمرها ما غترجع. باسكو تشوف اسكو جو دير، دابا انت مثلا درتي شي افير خسرتي فيها مليار، مشات مليار، ولكن دات مع واحد 10 سنين تقدر ترد ديك المليار. 10 سنين 10 سنين مشات عمرها ما غترجع. سافو دير هذيك المليار راها رجعات ولكن 10 سنين عمرها ما غترجع. سافو دير الوقت الي بلوس شير كو الفلوس. وهنا كتفكرني في الناس، هو كل واحد بيان سور عنده الراي ديالو، ويا الراي العام كتلقى كيقول لك هنزير راسي 10 سنين باش، وداك ال 10 سنين شكون يفديها لك؟ هي هذه دابا اللي قلتي، شحال من واحد ما كيعيش 10 سنين على ود باش يعيش من بعد، ولكن هذاك راه 10 سنين مشات. حنا حياه وحده عندنا هي دابا، هي اللي كتعيش دابا. بحال دابا الناس اللي كيكونوا مثلا، نقول لك شوف كاينين جوج انواع الناس. كاين الناس اللي كيديروا اون روتريت تيدير 70 عام ولا 65 عام على حساب لاج دو لا روتريت ديال كل بلاد، عادي يبدا يعيش. وكاين اللي كيقول لك انا دوك الفلوس ديال لا روتريت اللي غادي نبدا كوتيزي انا من هنا ندير 65 عام عاد نبدا نعيش. انا غنعيش من دابا ونحاول دوك الفلوس غندير من دابا تولي عندي اون روتريت، نحقق انايا اون روتريت من دابا، نقلب كيفاش ندير نولي من دابا. ديك لا روتريت اللي كانت غادي تجيني انا في 65 عام غادي تجيني على 25 عام، يعني من دابا كنولي روتريتي. ولكن غير دابا انا روتريتي وصحيح وزوين وبوغوس، نقدر نخرج نتسارى ونسافر وبصحيحتي وحده والديا وحده عائلتي وكلشي باقي حي وكلشي باقي كنشوفو ونبرع ونتبرع مع الناس. بار كونتر 65 عام ولا 70 عام اش باقى فيا من حياه؟ داكشي اللي غادي ناخذو من لا روتريت غادي ندير السبيطار وغندي. كاين دابا جوج ديال الناس، انا كنهضر معاك الناس دابا، كاين جوج ديال التوجهات. كيقول لك لا لا روتريت فكره فاشله، حيت ما فائده لا روتريت وانت صافي مشيتي.
كاين اللي كيقول لك لا لا غوتريت سي اون شوز سوليد، كاين اللي كنت واش ضمنك تعيش حتى دير ديك لا غوتريت. يعني شوف وفين فين هما السنوات اللي فين هما السنوات اللي غتضيع واحد 30 40 50 عام ديال تمارا انت كضرب في داك ليتابليسمون ولا في ديك الشركه باش كتسنى في الاخر كيقولوا لك يسقطوا عليك واحد لا غوتريت اللي انت اصلا فلوس كوتيزيتيهم كل شهر. مهم يعني كاينين بزاف ديال لي فيلوزوفي وكل واحد خصو يحاول يشوف اللي كيناسبو. انا على رايي شنو كنشوف، الحاجه الوحيده اللي حقيقيه واللي هي حقيقيه هو الحاضر. هو دابا اليوم ملي جيت تنعش شنو درتي هاد النهار؟ الحاضر. شي دابا تا الباسي ان اكزيستو با، ما كاينش، لا يوجد. دابا تا الماضي ما كاينش، الماضي لا يوجد غيره موجود، لا بافكاره لا بناسه لا بكشي اللي داز فيه لا بالحروب. الماضي مشى، الماضي بقى في التاريخ، بقى في كتوبه كتقراها. ما بغيتيش تقراها ما كتقراش، كتحطو كتاب وكتكمل حياتك. الحاجه الوحيده اللي انت دابا باقي عندك في التحكم هو هذه اللحظه اللي حنا جالسين كنهضروا قدام هذا الكويز ديال الماء على هذا الموضوع. هذه حاجه حقيقيه ملموسه، كنقدر نشد يدي، نقدر نسلم عليك، نقدر نطفي ديك البوله، شي حوايج حقيقيين. غدا لا اعلم، البارح مشى. الوغ اللي كاين هو دابا. سافو دير انا جو بونس انا مع النظريه ديال الانسان يعيش اليوم ويخدمو مقاد باش يكون عنده دي شونس كو غدا يكون زوين. انا مستمتع معك في هذه اللحظه اللي كنعيشوها اللي هي ما فيها لا لا, لا ماضي لا مستقبل. وندوزو للمحطه الرابعه اللي عندها علاقه بالمجال الاجتماعي المحيط ديالنا. اي واحد في رحله الحياه ديالو كيقدر يلقى ناس متفقين معاه، ناس ما متفقينش معاه، ناس غراتويتمون يمكن كيعطيو السلبيه ديالهم. وانت دزتي من هذا الشيء بحالك بحال اي انسان اللي دزتي من ضغوطات، دزتي من تنمر وتعاملتي معاه مجموعه ديال الطرق. يمكن نكونوا عارفين منا واحد الجانب وما عارفينش منا واحد الجانب. عاودنا على كيفاش كتعامل مع هذا المحيط. صراحه انا بالنسبه لهذا الشيء اللي المحيط هو خليتيه انت المحيط، راه محيط بصراحه ما نكذبش عليك. ملي كتكون كونتي واحد الشخصيه ديالك ماشي بالزربه، كونتيها مع الوقت مع التجارب الحياه، اكبر التنمر هو التنمر ديال الحياه، ما التنمر ديال بنادم. شي الحياه ملي كتنمر عليك راه ما التنمر راه ما كاينش، راه كتخلاوها سميتو كتنفضك، داك هو التنمر. اما دابا واحد كما كنعرفو ما كيعرفني غادي يجي يخلي تعليق، يعني التعليق وفين مخليه في ابليكاسيون اللي نقدر ندخل نشوفها نقدر ما ندخل نشوفها. يعني داك الشيء حتى هو اختياري، يعني ما بغيتش نشوف داك الشيء، داك التنمر ديال ما بغيتش ندخل نشوفه، راه ما واحد ما غايجي يلوحوا ليا في رسائل في الدار ولا غنخلص عليه غايجيني مع الفاكتوره ديال الموت. يعني ما عنديش مشكل طونك داك الشيء غير سطحي بالنسبه ليا، ما هابطش. يعني داك الشيء ماشي كيف ما نقولوا حنا، داك الشيء غير سطحي. الوغ لا لا انا ما عمر بالعكس تعاملت معاه بواحد الطريقه اللي بهدوء، راه قلتيها قبيله داك الهدوء الاستمراريه ولا داك الشيء هو باش بهدوء ايجابيه من اجل الاستمراريه. فوالا سي سا، هادشي باش انا تعاملت مع التنمر باسكو ما عنده علاقه بالشخصيه ديالي. يعني داك الشيء اللي كانوا كيقولوا بتجي على شي انسان خور، كون كان داكشي اللي كيقولوا كاين فيا غنكون تقرصت وغادي نكون فريمون مرضت، ولكن تيرمو انا خادم على حوايج اخرين وغادي في طريق اخرى. بحال قلت واحد كيعوم في البحر وواحد كيعوم في الواد، وهذاك الواد كيهضر على البحر واللي في البحر كيهضر على الواد، وتا واحد ما فاهم شنو طاري عند الاخر. يعني راه امبوسيبل. الوغ هادشي اللي بغيت نوصل لك، يعني انا بالعكس خديته بواحد الطريقه كتا هو كتشالنج في الحياه، بحال قال لي تشالنج دوزت قلت يا هادي شي حاجه زوينه. كانت شويه عندنا شويه لا مونوتوني، نجيو نضحكوا شويه نتسطاو وفي الاخر راه كلشي تقلب. كيف ما تتبان الحقيقه في الاخر، في الاخر كتبقى غير الحقيقه في الاخر كلشي تقلب فينا. ودابا بالعكس دابا بنادم ولا كيقول لك لا داكشي عجبنا وهذا وتبارك الله عليك، وبلوس الناس اللي عجبتهم لا رياكسيون ديالك قال لك وي عجبنا كيفاش تصرفتي، واخا الناس كانوا كيعايروك ولا كانوا كيتنمروا عليك ولا كانوا كيقلوا عليك الحياه، انت بقيتي توجور في هذا. يعني اون فان كونت لا يصح الا صحي، انت كاع تنمرتي معايا راه غدا صباح تولي كتبغيني. شحال واحد كان كيتنمر عليا ولا كان كيعايرني في الاخر ولا كيقول لك انت تبارك الله عليك وعجبتنا هذا. يعني اون فان كونت خصك انت غير تبقى مستقيم، ما تحاولش تخلي شي حاجه تجرك ني اغوش ني ادغوا، تخليك ديما غادي تو دغوا. ابخي
الا كنت انت غادي فواحد المشروع زويون وغادي بواحد الفكره زوينه وغادي بواحد الرؤيه زوينه، ما عندك مناش تخاف والله العظيم. امتى كتزعزع؟ الا كنتي باني على الهشاشه، كان داكشي عندك ساس، عندك ضعيف، بلا تنمر بلا والو، غا مع الزمان والمكان غطيح، بلا ما ندخلوا حنا في الناس شنو غايقولوا ولا المحيط ولا هادشي كله. انا كنهضر غير من ناحيه ديال انسان يكون مع نفسه يكون مزيان. الا كنتي انت مقتنع براسك ومقتنع ومآمن بشنو كدير، وراه واخا توقف امه ما عرفتش شكون عادي، بالعكس كيعطيوك غير دافع واصرار على الاهداف ديالك. كتولي تقولوا انتم هكا باغيني، بغيتوني نطيح ما غاديش نطيح، بغيتوني نوقف ما غاديش نوقف. علاش؟ حيتاش لا كوز ديالكم الي بيردو. انتم جايين انتم جايين كيضيعوا الوقت اللي هضرنا عليه قبيله، كيضيعوا الوقت وانتم جايين عندي كتهضروا معايا في شي حوايج اللي ماشي لوجيك. كيجي عندك يقول لك انا وحنا يا ريت مثلا تحبس، يا ريت توقف، يا ريت ما ترينيش، يا ريت ما تعيش، يا ريت شي حوايج لي بيزار. يعني انت كتجيك تقول لي يا ريت ما تكونش في هذه الدنيا، يعني ماشي يعني تا هذيك لا باز ملي انت جاي باغي تكريتيكيني غير مقنعه. ماشي شي واحد اللي جاي عنده واحد لي باز سوليد كيزعزعني كنقول اه والله الا عنده الحق. بحال دابا نعطيك مثال، بحال دابا مثلا غيجيني شي واحد غيتنمر عليا، درت مثلا شي مشروع فاشل، مشروع ما خدامش فاشل، وداك المشروع فيه الفشل، شي واحد اللي جا كيتنمر عليا غادي يقرصني، غادي يقول لي شوف انت ماشي دير هادشي، انت ماشي دير هاد الحرفه هادي. ويمكن له يقولها لك كنقد ايجابي، نقد بناء. لا خلي دابا النقد الايجابي، حنا كنهضروا على هاد السيل كيف ما طرا معايا انا، هذا ماشي دابا النقد الايجابي تكون حقيقه. لا حنا كنهضروا على واحد جا عندك انت اصلا في داك الدومين انت فاشل فيه ياك، وهو جا عندك وكيهضر معاك بواحد الطريقه اللي هي بصح اللي انت راك فاشل، هذيك نقدر نقول لك تقيسني. ولكن انت يا طموح ياك، وانت بوزيتيف، وانت ما كتسنى حتى شي واحد من عندك حتى شي واحد كتسنى من عند شي واحد شي حاجه، ما انت كتمد ايدك لشي واحد يعطيك شي حاجه، ما انت واقف على شي حد، ما انت عال على هذا المجتمع، ما انت حابس شي حاجه ما كدوش ولا شي مشكل ديرو في المجتمع. يعني انت داخل سوق راسك، لا سول شوز كو تي في هي كتخدم على راسك. الا كنت انا غنديرونجي كاع حيت انا بغيت نكون كنخدم على راسي ونكون انسان ايجابي ونكون انسان سعيد، اذا انا حتى اللي عندك مشكل ماشي انا، غيكون عندي انا المشكل الا كنت انا ماشي ايجابي، كنت انا ممل، وكنت انا كندير لك المشاكل في الحياه ديالك انت اللي جاي كتنمر عليا. داك نقول مزيان اللي كيتنمر عليه حتى انا كنادي، ولكن انت كتاديني كتادي شي واحد اللي ما كيدير لك والو. يعني انا ديجا على باز لا كوز اللي انت كتدافع عليها اللي جاي باش تضربني بها خاويه. فهمتيش بغيت نقول ماشي حقيقه، ماشي حقيقه، ما جاي باغي تضربني من الخيال، شي حاجه كتخيلها في راسك وكتجي كتبغي تاتاكيني بالخيال، راه ما يمكنش تقيسني واخا تبقى تضرب حتى الغدا. دونك اللي جينا نشوفوا اهم حاجه هو نتصالحوا حنا مع ذاتنا، نثقوا في راسنا، نواجهوا الخوف اللي اي واحد كيواجه خوف مع راسه، باش ماشي تجي اي حاجه تزعزعك. مع الاسف كنلقاو سورتو يمكن هاد النوع، مازال كنقول مع الاسف حيت ما بغيتهمش يكونوا هكا، هاد النوع اللي هو بصح كيعطي غراتويتمون واحد السلبيه لشخص اخر، هذا راه تجيه واحد ينتقدو غير صغيور يطيح يمشي. هذاك اللي كينتقدك بزاف وكيعيرك بزاف تيق بيا ما يقدرش يستحمل، هو يا ها اس ام اس في المعيار. دونك هو كيفرح فاش كيعاير علاش باش كيبرد على الفشل اللي هو فيه ولا البلاصه اللي هو ما مرتاحش فيها. وتقول له هذه الهضره اللي قلنا دابا وما يقبلهاش، وغادي يزيد يقول لك حوايج اخرين ويلقى لك عاوتاني دي بريتكست اخرين ويجبد لك كان واخواتها. شوف المهم انا نقول لك خلاصه القول كاع الناس اللي كيتسنطوا لينا واللي كيشوفونا من خلال البرنامج ديالك، غنقول لكم حاجه واحده، ما تسوقوا حتى واحد، هادشي من الاخر خدم على راسك، واللي بغى يدير شي حاجه يديرها ويدير داكشي اللي كيعجبك وداكشي اللي كتبغي، وما على بالكش بنادم، ما على بالكش يعني بالانسان ولا بالفكره ديال الاخر ولا بالاخر فاش كيفكر ولا فاش شي. حنا الا جينا كل واحد يديها في راسه وكل واحد يشوف مشاكل ويحلهم، والله غنوليو احسن من اوروبا. حيت اوروبا ملي كتبي شنو كيعجبك فيها، خلي اوروبا، حنا نشوفوا غير الدول العربيه المتقدمه نقولوا اوروبا راه فايتين هذه قرون. بحال دابا مثلا ملي كتمشي الامارات ولا كتمشي لدبي، شنو اللي كيعجبك؟ راه من غير الحيوط والشنطيات كشي حتى حنا عندنا
كيعجبكش كل واحد مديها فراس، كل واحد ديها فراس. هذه هي اعلى مستوى من التقدم، ملي كيولي الانسان كيشوف مشاكله وكيحل مشاكله والمشاكل ديال المحيطه ديالو. صافي غير الا كان غير واحد الدوله فيها غير 20 ولا غير 15 مليون البشر الا حلوا غير المشاكل ديالهم راه الدوله تنقات في 24 ساعه، حيت كلشي هنا. راه ماشي انا غادي نمشي نبني لك ولا نصوب لك وهنا مخرب. هي انا شنو يمكن لي ندير وماشي هذاك علاش داير داكشي. انا شنو يمكن لي ندير؟ دابا نمشي نمشي نعيش انا في جزيره وسط القصب والنخل ولكن بنادم هنايا واعر ونحس براسي في واحد العالم اخر، ونقدر نعيش في دوله عامره بلي غاتسيال وعامره ما عرفت بشنو، السيارات الفاخره و سكو تو فو، ولكن هنا باقي في القرون الوسطى شي حاضيشي. جو بونس كو اجوردي الى كل واحد داها في راسو وحل مشاكله وخدم على راسو واجتهد مع نفسه غادي نوليو احسن بلد في العالم، باسكو احسن بلد في العالم راه بالشعب ديالو. داكوغ، ندوزو لاخر محطه اللي هي المحطه الخامسه واللي عندها علاقه بالمجال الصحي. ملي كنهضر على المجال الصحي كنبغي نركز على الصحه النفسيه اللي كنتنهملوها بزاف، ويمكن هي اللي كتسبب لنا اننا كنعطيو باغ اكزومبل السلبيه راه تجي من النفسيه ديالنا، اننا كتكون النفسيه ديالنا مزعزعه ما متوازناش، وكتخلينا في عطمه نداويوها كنتصرفوا بطريقه ماشي هي هذيك. شنو الراي ديالك في الصحه النفسيه مقارنه مع الصحه الجسديه؟ كنلعبوا الرياضه خصنا ناكلوا مزيان، دونك الصحه النفسيه كاين واحد الاهمال كبير من هذه الناحيه، مهدي شنو كيدير فيها؟ الصحه النفسيه هي الاساس. الا ما كنتيش انت صحيح نفسيا ولا كنتي انت مريض نفسيا وما عارفهاش اصلا على باز، هذيك كتولي انت هو العدو ديال نفسك. ما يمكنش تافونسي في حياتك، واخا تقدر تافونسي في حياتك وانت مريض نفسيا وما عارفهاش. يعني مريض نفسيا ماشي غادي تقطع حوايجك وتفوت في القضيه، ماشي مريض مريض نفسيا انا قدرت تكون انسان عادي ما عندك حتى مشكل، ولكن ملي كيطراوك شي مواقف في الحياه تما فين كتاكتيف هذيك لابوس ديال المرض النفسي اللي انت عندك. كاين اللي كتوقع له مع الزوجه ديالو، كاين اللي كتوقع له مع الباترون في الخدمه، هذا كاين اللي كتكون كوكوا مسكين كان عادي تا ما شنو راه بقينا ميتو تفلاشا، راه ماشي راه هو كان، ولكن طرات واحد لا سيتوياسيون اللي عندها علاقه بداك المرض ديالو هي اللي اكتيفات هذاك الشيء اللي فيه. انا بالنسبه ليا كيفاش كنشوف ماشي حاجه طبيعيه اللي كتوقع لاي واحد، اي واحد كيقول لك واه مسكين وافتي ما كنا كنشوفوا عليه والو، ايوا مسكين راه هو قتل هذاك السيد ومشى للحبس ومثلا في الغضب وما كيقدرش يكونترولي الغضب ديالو وطاح في هذاك السيد اللي تا هو جا عنده كيتهكم عليه وما عرفش جالس ضربوا بموس مات. الوغ حياته كلها بيرفكت، كله كيمشي للمدرسه ويقرا ويخدم وعنده وليدات وعنده حتى مشكل، خلص الضرائب ديالو، انسان محترم، ولكن في لحظه غضب ولا في لحظه هذاك المرض اللي عنده ما كونترولاش قتل واحد ولا حاجه اخرى ديال ولا الكونترير ديال داكشي اللي حياته كله هو كيبني. حيت المرض النفسي هو ماشي حيت كاين المرض النفسي كنهضروا راه مشى ل 36 حماق، لا حنا ما كنهضروش على ما كنهضروش عليه، حنا كنهضروا على الضغوطات النفسيه اللي كيعيشها اي واحد. هذاك المرض النفسي باين، هذاك واحد مسكين، هذاك حاجه اخرى. انا كنهضر على انسان مسيو طول مونط، انسان عادي بحالك وبحالي، يقدر يكون مرا يقدر تكون راجل حتى اي حاجه. هذاك هو اللي خطير، صافي كل انسان جالس معك نورمال كاين حتى مشكل، وداك الشيء عنده علاقه بالطفوله. شنو دوزتي في الطفوله ديالك؟ واكثريه حنا هاد المشاكل النفسيه عندنا كتكون عندنا مع العلاقات ما بين الرجل والمراه كلا الطرفين. ودابا حنا انت اللي دخلتي دابا راه كاع المشاكل اللي كتلقى دابا نايضين ما بين المراه والراجل راه اغلبيهم كيبداو بالنفسي قبل ما يمشيو للمادي. كل واحد كيقدر يخرج العقد على الطرف الاخر حيت هو اللي معاشر معاه مده طويله بلا ما يحس، وكيبقى مني منك مني منك. دونك الشيء اللي ما خدمش كل واحد يرجع يخدم على راسه على الصغر ديالو على العقد القديمه، حيت هي دابا كترفليطا مع الاخر. ملي كتوصل كداكشي اللي خليتي دابا انت شنو كدير ملي يكون عندك عقد في الصغر ما خدمتيش عليهم؟ شنو كدير؟ كتروفو ليهم. فين كتروفو ليهم؟ نبسطهم بحال كتاخد عندك شي باجاج في الدار، باجاج عندك بزاف ديال الباجاج ما لقيتيش فين تحطو، لحتيه في واحد السده ونسيتيه. هادو هما هي العقد
اللي ما كتخدمش عليهم اللي كتكون صغير وكاين ورا مازال معاك في الدار ولكن راه كاين في السده راه ماشي خدمه حيدتيهم باش ما نقيتيش راه حيدتيهم من بيت الناس وحطيتيهم في السده مع الوقت ديك السده غتريب عليك غتهشاش وغطيح وكاع داكشي اللي خبيتيه في صغرك غيبان في كبرك صافي دي غدير واحد لاج مثلا ديال 32 زون 33 زون ولا اقل غادي تجوج غتولد غتصطدم مع ولادك ما تلقاش كيفاش تجيري معاهم مع مرتك لو وقع لك معها مشكل ما تعرفش تجيري مع حد داكشي كله اللي كان خصك تخدم عليه في صغرك باش تعرف تجيري المشاكل في كبرك ما درتيهاش ولكن هادشي راه جاي من ثقافه وجاي من بزاف الحوايج يعني حنا ما عندناش ثقافه ديال نمشيو عند سيكولوج نجلسو نهضروا معاه ولا ان كوتش ونشرحوا له ولا مسيكياتر ولا ناخذوا دي 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 دي, دي, دي شوز بهذه الطريقه ناخذهم بهذه الطريقه هذيك زعما حنا محتاجينها وما فيها حتى شي عيب ناخذوها زعما او سيريو ماشي نقولوا داري مسكين راه كيمشي عند كيمشي عند بسيكياتر مسكين راه مسطي ولا عنده هذا لا راه بالعكس الانسان خصو يمشي راه بحال اللي عنده ضربه البرد بحال اللي مجروح بحال كيمشي عند طبيب نفسي باش كيعاود كيقاد له العبارات كيعاود يعاود له دماغه يدير له ميزاجور بحال التليفون كيدير له ميزاجور ديال كاع لي زانومالي اللي عنده جو بونس كو هذا الشيء هذا موضوع احنا كنعيشوا بزاف في المغرب والناس بتحم واحد مريض وهو ما عارفاش وشحم واحد مريض ومجوج وخرج على عائله وما عارفاش وشحم واحد خرج على شركات ودار فايت للناس وهو ما عارفش راسو ما كيقدرش يجري الفلوس ما كيقدرش يدير اون بون جيستيون باسكو مريض نفسي مع الفلوس كاين اللي مريض نفسي مع النساء كاين اللي مريض نفسي مع 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 مع, مع الماكله كاين اللي مريض نفسي مع كل واحد وفاش خرجت ليه فهمتيني الوغ جو بونس كو اوجوردي باش تقدر تكون باش تكون انسان يعني ماشي بارفي كمال لله غير باش تكون انسان يعني تستمر مستمر في الحياه مستمر وعندك فرصه دير شي حاجه في هذه الحياه حاول تكريتيكي راسك انت والحوايج اللي خايبين فيك حاول تصلحهم ولا شتي شي نهار درتي شي رياكسيون مع شي واحد وما كنتش مولف عليك حاول تقول علاش درت انا هكا انا ما مولفش ندير هكا كيفاش درت هكا هذاك سي ان سين انت مثلا غاس كتهضر مثلا مع 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 الكوتش غالي خير وسلامت واحد لقيت نطي ليه حيت قرصك فشي بلاصه اي هو قرصك قال شي كلمه ولا جبد شي دوسي اللي انت ضرك دونك ماشي هو انت اللي ماشي هو انت راه عندك ديك البلاصه موجوعه وراحت ايضا توعدتي حيت ديجا الجرح مفتوح الجرح مفتوح ما خيطتيش ما داويتيش الوغ خاص الانسان يحاول يشوف هاد الامور هادو ويحاول يخدم عليهم شكرا شكرا لك شكرا لك موضوع عميق وطويل والرحله ديالنا هنا سالات مرحبا. وقبل ما نساليو الحلقه ديالنا بغيتك تشوف في الكاميرا وتهضر مع مهدي شنو تقول له الوغ الا بغيت نهضر مع المهدي اشنو غادي نقول له غادي نقول له كمل كيف ما كنقول المهم هو الراحه النفسيه والباقي جو مون فو هادشي اللي كاين شكرا لك مرحبا مشاهدينا الرحله ديالنا مع الانسان مهدي هنا يا سالات كنعطيكم موعد جديد في حلقه جديده باش نكتشفوا انا وياكم انسان حقيقي موجود خلف الشهره وما تنساوش ما حدنا عايشين في التجربه الارضيه فكل شيء ممكن الله يوفقكم الوغ بالنسبه للتجربه ديالي في ليميسيون كارما المشاهير المشاعر او المشاهير مع يا المشاعر والمشاهير سي بحال بحال الله يرزق الصحه والسلامه الوغ مع الاستاذ دكتور غالي اللي هو صديق وهو زعما عنده ما يقول الوغ جو بونس كو التجربه زوينه عجبني الحال وبحال قلتي فتحنا قلبنا وهضرنا وقلنا هضرنا بواحد الطريقه بواحد التلقائيه وهضرنا بواحد هضرنا بحقيقه يعني ما خبيناش وانا حاولت نكون قريب لكم بزاف وحاولت يخي صعيب تدخل شي واحد عندك لداخل بحال هكا دان سولكو ولكن المهم جيسبر كنت وفقت وشفتوا واحد الجانب اخر من المهدي بن ابراهيم او السي مهدي او مهدي او المهم عندك الاختيار المهم تكون استفدتي مني واستفدتي من هذا البرنامج وخديتي غير 5% راه ربح